عمليات عسكرية هي الأقوى والأكبر قامت بها كتائب الجيش السوري الحر في الحي الشرقي لمدينة القصير، حيث تمكن الحر من اغتنام زغيرة وعتاد كانت تستخدمه ميليشيات حسن نصر الله في محاولات التسلل التي نجحوا فيها، فكانت فخا لهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قمنا نحن ككتائب بشار النصر لقاء الإسلام عندما سمعنا صوت إطلاق النار الكثيف من قبل جبهة الفنون وجبهة المقبرة، قمنا بالقدوم سريعا إلى هذه الجبهة لإخلاء المدنيين، حيث كنا متوقعين أن حزب الله سوف يقوم باقتحام هذه المنطقة، مع العلم أن جميع قواتنا كانت مرابطة هنا. جئنا بسرعة وسحبنا المدنيين من هذه المنطقة وتراجعنا إلى الخلف، حيث دخلوا قوات حزب الله إلى هذه المنطقة وربطنا لهم من الخلف قليلا حتى تقدموا إلى نقاط أمامية، حيث كنا رابطين لهم كمين. وعندما سمعنا أصوات اللاسلكي معهم وأصوات المشي على الأرض اختبأنا وربطنا لهم، رابطوا ومن ثم نفذوا كمائنهم، فاغتنموا ولبسوا وذخروا أنفسهم من هذه الغنائم، ومن ثم فتحوا من بيوتهم طلاقات للدفاع عن نسائهم وأطفالهم. نحن هنا نقوم بعملية الرصد لجنود الأسد في مدرسة الفنون في الحي الشرقي بعد القيام بتطهيره من عصابات وشبيحة الأسد وشبيحة حزب الله. نحن الآن في بعملية رصد مباشر بيننا وبينهم، وحاليا نحن نقوم بتنفيذ كمائن بالاعتماد على خطة حرب المدن وحرب العصابات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هلأ راصدين تجمعات حزب الله بالمربع الأمني، تجمع المدارس، وجاهزين لأي اقتحام إلهم بعد ما طهرنا المنطقة من تجمعاتهم واغتنمنا منهم عدة إيلة مثل قوازف وبواريد وهاي الجعبة من جعبهم وهاي الخوذة من خوزهم، وعندي إسا درع بس ماني لابسه لأنه مشظ واموره تعيسة. بعد تطهير الحارة الشرقية من عناصر حزب الله اللبناني، أصبح الجيش السوري الحر عنوانهم الصبر والصمود والقوة والإرادة. من الحارة الشرقية بالقصير، محمد زهوري، أورينت نيوز.